تجتمع الصحراء والجمال في كل صباح شتوي يشرق على ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، فتعكس الشمس خيوطها على رمالها الذهبية الممتدة، ميزة تجعل التوافد السياحي إليها مستمراً للاستجمام والتخييم والاستمتاع بالهدوء والجمال الطبيعي الساحر وممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة التي تجود بها البيئة الصحراوية الجاذبة. ولاية بدية من الولايات السياحية في السلطنة، والتي تتميز بالأجواء الرائعة الشتوية خاصة في موسم الشتاء. وطبعا ما يميزها هو وجود الرمال، وجود البنية التحتية الآن في هذه الفترة الحمد لله رب العالمين، مع وجود كذلك المقومات السياحية الموجودة معنا. وأيضا ولله الحمد أصبحت الآن تنتشر كثير من الأماكن السياحية والمرافق السياحية الخدمية التي تخدم هؤلاء الزوار، سواء على مستوى المنتجعات أو المخيمات السياحية أو الخيام أو البيوت أو النزل الريفية أيضا. فأصبحوا الشباب يستثمروا، أبناء الولاية يستثمروا في هذا المجال. بدية ميزتها الصحراوية شجعت الشباب من أبناء الولاية على تنفيذ العديد من المشاريع السياحية كالمخيمات والمنتجعات التي تنظر إليها من علٍ كأنها جزر في بحر من الرمال. فمحمد الحجري نموذج للشباب الذين وفروا خدمة مميزة للسياح كحال الكثير من الشباب المستثمرين في بيئة البادية. بالنسبة لولاية بدية ما شاء الله يتعدد فيها اللي هو اختلاف المرافق الخاصة بالسياحة واستقطاب الزوار، من مخيمات مستوى عالي، من نزل مختلفة التصاميم، وما ننسى العزب التقليدية اللي تستهدف السياحة الداخلية، والأشياء الجديدة. طبعا احنا سعينا ان نطور الموضوع الى النزل المتنقلة اللي هي الكرفان وغيرها من نزل. هذا التنوع تحتاج الولاية، تحتاج السلطنة بشكل عام، وحن نسعى من خلال أفكارنا ان المؤسسات المعنية تهتم بهالأفكار وتنميها وتحتضن الأفكار. العزب نتمنى أن يوجد لها نظام، الأشياء المتنقلة والكرفانات كذلك، المواقع اللي هي لو تكلمنا عن الأكواخ أو غيرها من أشياء مميزة تضيف للجمالية في السلطنة وولاية بدية بالتحديد ورمالها. ساعة الغسق لحظة لا يفوتها كل زائر، تكاد لا ترى زاوية في هذه الصحراء الممتدة إلا وتشاهد عدسات الزوار تلتقط لحظة الغروب، وعندما يرخي الليل سدوله تكون أجواء التخييم مع نسمات الهواء العليل لها حضورها الخاص التي يستمتع بها الزوار. فولاية بدية أحد الروافد المثالية للسياحة الداخلية، وتظل ولاية بدية الوجهة المثالية لمحبي السياحة الصحراوية خلال فصل الشتاء، حيث توفر المشاريع الشبابية السياحية على امتداد رمالها الذهبية ميزة الاستجمام والتخييم في هذه البقعة الساحرة من سلطنة عمان. علي بن جمعة الريامي، محافظة شمال الشرقية، ولاية بدية.